تدريب تلو التدريب واستنفار دائم في صفوف فرق الحماية المدنية والإسعاف في تونس، هذه حالهم بعد أن أطلقت مؤسسات حكومية ونشطاء إنذارا تحذيريا بسبب الزيادة الملحوظة في حوادث الطرقات في تونس. على مستوى القتلى نلقاو ساعات قتيل على 3 وهو سائق دراجة نارية، طبعا هذا إلى جانب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، ومن سناز هذا كذلك وضع حزام الأمان. طبيعي جدا كان هناك الدور التحسيسي اللي قاعد يقوم به المرصد، كذلك الدور الزجاجي اللي قاعد تقوم به وحداتنا على الطريق. من فيش شك هذا كذلك هناك الجانب التشريعي اللي مشينا فيه أشواط كبيرة على غرار الرفع الآلي للمخالفات، على غرار مخالفة الإفراط في السرعة. السهو وعدم الانتباه وتجاوز السرعة المسموح بها تعد من أهم أسباب ارتفاع حوادث الطرقات في تونس، إلى جانب أسباب أخرى. إذا الوضعية معناتها الكارثية نجم نقوله ما بين قوسين للطرقات في بلادنا اللي من جراءها معناتها تثبت في العديد من الحوادث المفزعة، احنا كجمعية سفراء السلامة المرورية استهدفنا الشريحة العمرية نتاع الوليدات الصغار الأطفال اللي هما في محيطهم نتاع المؤسسات التربوية، وقمنا بالتعاون مع معناتها هياكل الدولة من وزارة الداخلية، وزارة التجهيز، وزارة التربية، وزارة الصحة تحت إشراف ولاية تونس، القيام بالتهيئة نتاع البنية التحتية في محيط المؤسسات التربوية هذه. هذا وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن أكثر الوفيات جراء حوادث المرور ناتجة عن تجاوز السرعة بنسبة 30% والسهو عند القيادة واستعمال الهاتف الجوالي بنسبة 25%. ليست زلازلا أو أعاصير، هي كارثة غير مرئية، هكذا يصف خبراء السلامة المرورية ظاهرة تزايد حوادث الطرقات في تونس، وهي تحصد الأرواح بشكل يومي تقريبا، ظاهرة تستنفر الدولة كل قدراتها للحد منها سواء بالتوعية أو بتشديد العقوبات. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.